أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن، جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في عموم مناطق المملكة، حيث يسود الطقس مستقر مشمس، درجة الحرارة أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من العام، وطقس ربيعي مناسب للخروج وممارسة النشاطات الخارجية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان نهار اليوم توضح أن الطقس سيكون غالبا صافي، 19 درجة مئوية، الملموسة 18، رطوبة منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرخ 21 إلى 7، جرش 21 إلى 8، إربد 19 إلى 11، وعجلون 19 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الوسطى البحر الميت 27 إلى 14، مأدبة 19 إلى 6 نفس الحرارة في عمان، البلقاء 20 إلى 9، والزرقاء 22 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 20 إلى 10، الطفيلة 19 إلى 9، الشوبك 16 إلى 5، العقبة 27 إلى 14، ومعان 21 إلى 4 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 22 إلى 7، الصفاوي 21 إلى 3، وروشة 22 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.